سبحان الله. بعض الناس يتصور بأن الإلقاء من غير ورقة هو الأجدى. الجدوى في الأسلوب جميل. نحن نعرف من الخطباء من يلقي من ورقة، إلا أن خطبته تصل إلى ملايين من المسلمين، يكتبها تحبرها تحبيرا. نعم، يبدأ بها من الجمعة إلى الجمعة، يعد ويجهز. نعم يعد، ولكن بعض الناس يتصور أنه يكون أكثر تأثيرا بإلقائه خطبة هم يسمونها ارتجالا، وفي الحقيقة ذلك ليس ارتجالا. نعم. لارتجال معناه شيء آخر، أو كما تسميه العرب اقتراح، يلقيها لنقل يلقيها عن ظهر غيب، ذهنه مشغول بقضية النسيان، قد أنسى، قد لا أستحضر، وتجده يتلعثم، وتجده يرجع، وتجده يتقدم، وتجده يتأخر، وتجده يطيل على الناس، يطيل على الناس. سبحان الله. نعم، لو بذل تلك الطاقة في تجويد أسلوبه وهو يلقي من الورقة بحيث يكون مؤثرا في الرفع وفي الخفض. بعض الناس، سمعت قصة من سماحة الشيخ يذكر عن أحد العلماء في بلد من البلدان الإسلامية، يصلي بالناس فعوقب لأمر ما قد لا يكون متعلقا به، وإنما متعلق بهوى المسؤول. عوقب فنقل إلى مكان بعيد عن الناس، وبعد فترة انقلب ذلك المسجد، بعد فترة من الزمن كان يحضر خطبته 100,000. الله أكبر. نعم، يقدر العدد الذي يحضر خطبته 100,000. أحيا ذلك المكان، جعله حيا. سبحان الله. لماذا؟ يعرف متى يخفض ويرفع، ومتى يقف ومتى لا يقف. جميل. ومتى يكرر ومتى لا يكرر. ففي الحقيقة ليست المسألة بالكم. نعم. إنما المسألة بالنوع. فهذه أمور تحتاج إلى مراجعات. التجديد في الأساليب لا يتعلق بالدعاة فقط، مع الآباء ومع الأمهات، مع الأصحاب، مع الأصدقاء، لأن هذه شرائح يريد لنا الله تبارك وتعالى، أو يريد منا الله تبارك وتعالى أن نختلط بهم.